is the best time of the year. I don't know what all the snow have a hurry, jolly Christmas is the best time of the year. Oh, I don't have a holly, jolly Christmas. أنا شايفة إن في أمنية من فترة وأنت نفسك تحققها ومعندة معاك، بس دونت وري قربت خالص. النبي ما كل الناس عارفة إن في أمنية نفسي أحققها وما بتتحققش. أوكي بص بقى، أنت لو مش مصدقني إيه لازمتها القعدة دي؟ خلاص ليه وافقت أقرالك؟ سلوى، الناس لما بيقاسوا يلجأوا للدجالين. دجالين؟ يعني انا دجالين؟ ليه انا دجالين؟ يعني كنت طلبت منك فلوس؟ يا حبيبتي الفنجان ده لو صح كان قال لك على وصفه الفجوره اللي هتموتي وتعرفيها. وهعرفها يا نادر. خلي بالك الرهان بتاعنا فاضل لسه عليه سنتين. اراهنك اني هعرفها وهتشوف. بأمارك ما كسبت الرهان اللي فات واللي قبل اللي فات. ده عشان انت بتغش. انا خسرت الرهان اللي فات واللي قبل فات عشان انت غشاش، وانا غلطان اني بقرا لواحد غشاش. طب معلش حاجه عليا، يلا قولي. قولي قولي انا هقراهولك بس عشان في حاجه مهمه. بص يا نادر، 2018 مش سنه عاديه بالنسبه لك، تقريبا دي اهم سنه في حياتك. عندك شتاء ساخن جدا مليء بالاحداث، هتكتشف فيه كل حاجة في حياتك من أول وجديد. أنا مين؟ مش مهم أنت مين، ما دام إيديك حلوين وناعمين. إيه ده؟ أنا راشة مش أي حد كده عادي. حبيبتي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ينفع تعاكس وأنت قاعد مع القمر ده؟ دي مش قمر، دي سلوى. سلوى هاي سلوى قطامر. هاي. هدى بنتي، وزي ما أنت شايفة كده بتغير عليا موت. شكلك كده جايه لوحدك. لا طبعا يا بابي، انت عارف انا ما اقدرش اسوق المسافه دي كلها لوحدي، انا اخدي ساعتين سواقه وبتوتر. الله اكبر. هما فين؟ لا مراد بس اللي معايا، عنده ميتنج هنا جنبك في مرسى علم. مراد بس وعنده ميتنج؟ طيب. كل سنه بنكون ناويين نيجي وتحصل حاجه في اخر لحظه تعطلنا. هو في احسن ان الواحد يكون بابا عنده اوتيل حلو زي ده ونيجي نقضي الاجازه ببلاش؟ مع بعض يا هدى، نقضي الاجازه مع بعض. طبعا يا حبيبي انا بهزر. خلي ارجع. جبار. قولي لي اخبار بنتك ايه؟ زينه؟ زينه كل يوم بتعفرت اكتر من التاني. اقعد يا حبيبي. انت ما جبتهاش معاكي ليه؟ هو انا مش ماليه عينك ولا ايه؟ انا عايزه اشبع منك لوحدي انا بس. اقول لك انا ناوي اقعد معاك ومشيش من هنا غير بكره الصبح، ولا اقول لك بكره الظهر كمان. للظهر نسيت. معلش يا بابا بس انا عندي كارثه ومش عارفه هطلع منها ازاي. كارثه ايه؟ غبيه. انا غبيه يا بنت؟ اتكلمي، انت وترتيني. ورطت شركتي في حملة إعلانات كبيرة من غير ما أدرس البروجكت كويس. مفيش مشكلة طول ما أنا موجود. أقدر أساعدك إزاي؟ محتاجة 300 ألف جنيه أغطي نفسي بيها. أنت عارف طبعًا دي شركة إعلانات، يعني أهم حاجة السمعة. وبصراحة أنا حاولت أدبر المبلغ من مامي وأخواتي بس. وليه مامي وأخواتك؟ أمال أنا فين؟ بكرة هيتحول لك المبلغ. بجد؟ ليه بجد؟ أنت عبيطة يا بنت. هي الفلوس دي بتاعت مين؟ مش بتاعتكم أنتوا؟ بحبك قوي يا بابا. ميرسي. ماشي طيب. بحبك. حاجة تفرس. هما بس يسمعوا اسم ابوه تتفتح له كل الابواب. ويتغاضوا بقى عن أي مشكلة ولا أي مصيبة عملها. مع إنه والله العظيم، والله العظيم يا بابا، ولا بيفهم أي حاجة. بس أهو تعمل إيه بقى ما أنت عارف الدنيا كلها بقت وسايط دلوقتي. لا على اساس انك انت كافحت ودخلت الخارجيه وبقيت سكرتير اول من مجهودك يا مراد، مش عشان ابوك السفير نادر التركي وعلاقات اللي كانت في الوزاره. اوه مش عاجبك الكلام يا مراد؟ انت عارف يا ابني انا سبت الدبلوماسيه وحبيت الطبخ ليه؟
عشان الطبخ ما فيهوش كدب، ما فيهوش لف ودوران، ما فيهوش لوع، وطبعا ما فيهوش وسايط. لو حد طبخ طبخه حلوه الناس هتاكل صوابعها وراها، طبخه وحشه هيتفوها في وشك. انا مش فاهم ايه علاقه كل ده باللي انا قلته دلوقتي؟ علاقه انك ما انتش دغري يا مراد. انا صحيح لو ما كنتش سبت الخارجيه كان زمانك دلوقتي في درجه مستشار ولا وزير مفوض وبالواسطه برضه، وكان زمانك دلوقتي يا حبيبي بتتنك عليا اكتر ما بتتنك دلوقتي. في يا بابا حصل ايه ده كله؟ انت تسكت وتسمعني، انا ابوك من حق عليك انك تسمعني وتشوف انا ايه اللي مضايقني. انا كل سنه اقعد استنى فرحه مجيتكم دي ولمتكم حواليا وما بيحصلش. تعالى يا حبيبي قول لهم، قول لهم انا بقعد اجهز للايام دي قد ايه، بطلع عينيكم قد ايه عشان ما حدش فيكم يغلط غلطه وهم موجودين. قولوا لي انت جايين ليه؟ انت جاي عشان الفلوس دي بتتعبي نفسك؟ تليفون بابي انا عايزه كذا، هحول لك المبلغ اللي انت عايزاه، وحضرتك جاي تحت الميتنج وقلت بجملت ما بلاها بجملت دي، احضر الميتنج ومن بره بره على طول. ليه تخبطوا المشوار التقيل على قلبكم ده؟ عشان احنا حياتنا قرف ومسؤوليات واولاد. اوبشن اجازه كريسمس ده اصلا مبقاش موجود عندنا، انت قاعد هنا ولا داري باي حاجه. خلاص بقى يا مراد كفايه. معلش يا بابي انا هستنى واقعد معاك. لا يا حبيبتي انا مش عايز حد يقعد معاك، خدوا الحلو بتاعكم، يستحسن تخليكم للصبح، النهار له عينين. لو انتوا مش طايقين تقعدوا للدرجه دي، عايزين تمشوا امشوا حرين. تصبح على خير. انا رحت اتجوزت واحده ثانيه ولا ضيعت فلوس على المخدرات والقمار. انا كل اللي عملته رحت للحاجه اللي انا بحبها وتحيلت عليها تيجي معايا هي والولاد، رفضت، خافت على اللقب، على مساعدة السفير. طول عمرها تموت في التايتلز، الغلاف عندها أهم من اللي جوه، من الموضوع، من المحتوى. خفت يتقال عليها حرم سعادة الطباخ. الطباخ اللي مش عاجبها ده عمل أهم مطبخ في البحر الأحمر. المطبخ ده هو اللي خلاني صاحب أنجح وأشهر ريزورت في مرسى علم. أنا كده بقى فاشل زي ما هي بتقول ولا ناجح؟ قولي يا فادي ورحمة أبوك لا تقول وأنا مش أزعل، أنا فاشل؟ أبوك وحشنا يا فادي. الله يرحمه. مرحبا. الله يرحمه. مرة أول إنك تدفن أخوك الصغير وتاخد عزا. صعب. صعب قوي يا فادي لما الكبير يدفن الصغير، بس يومها اتأكدت ان الحكاية عمرها ما كانت بالدور. يومها كمان اكتشفت قد ايه انت راجل بجد. خدت الصدمة يا فادي على رجليك، ولا اللي عنده 50 سنة. بقيت أقول يا ريتك يا فريد كنت حاسس بإنك. هو ده فادي اللي كنت
بتقول عليه فاشل. يومها حسدت عليك تصور. مع انه ما نجحش في حياته ولا حقق اي حاجه، بس كفايه لما مات كنت انت جنبه. مات وهو مبسوط. عارف ليه؟ اخر نظره ليه في الدنيا كانت في عينين ابنه. كل الناس هنا بتحبني. لما اموت هيبقوا كلهم حواليا، ولادي مش عايزين نطز. انا عندي فولورز بالالافات، هم دول اللي لازم اهتم بيهم، هم دول اللي فاضليني. بتعمل ايه بس يا عم؟ عايز ايه طيب؟ اجري انت يا بنت فاشل، انا هطلع لايف دلوقتي. طيب ايه بس يا عم؟ انت عارف تقف على بعضك، طب هتطبخ ازاي ولا تمسك السكينه ازاي مثلا؟ يا عبيط انت اللي هتعلمني اعمل ايه وما اعملش ايه؟ اجري يلا بسرعه. وانت اعمل لي شوب قهوه قد كده ساده. كنت سقط انا يا اميره وخلصنا. لما تدفع في قسطها يا حبيبي ابقى سقط. اميره ابوس ايديك، النهارده انا مش عايز اي مشاكل مع ماما، ساكنين معاها في نفس الكومباوند وكان المفروض نبقى موجودين اول ناس في الحفله. على فكره الكلام ده مش صح، المعروف ان الاقرب هو اخر واحد بيجي عشان هو اوريدي يحس ان هو جنب البيت. مستفزه. يلا رانيا. استنى يا اياد بس، عيب البرستيج بيقول تدخل وانت مأنكش مراتك، ده عند طنط بسيبه اكبر بالتاخير. يلا يا رانيا مستنيه ايه؟ لا ما هو بصي ما ينفعش تبقى عامله كده، انت تخشي فكه وما تخافيش من اي حد، خلاص؟ مالكيش دعوه بمراد نهائي. اوكي. خليكي معايا انا، تعالي انجزك. على مهلك بقى يا اميره. استنى، استنى هنا. استنى. خبر ابيض يا اميره، شفت يا ماما طلعت اهي. وطبعا لازم اشكر كل القيادات العظيمه اللي شرفتنا النهارده. بعد ما وثقت في جمعيتنا. وهتقدم الدعم لمشروعنا الوطني. مشروع تلوين واجهات منازل الأحياء العشوائية. وزي ما قلت لكم، دول أمريكا اللاتينية، برازيل، كولومبيا، الأرجنتين، كلها عندها مشاكل اقتصادية ويمكن مستوى فقر أكتر من اللي عندنا. لكن لما بنسمع أسامي الدول دي بنفتكر إيه؟ بنفتكر الألوان المبهجة، الأزرق، الأخضر، الأحمر، البيربل، بنفتكر الموسيقى، الرقص. وإحنا كمان ممكن نبقى كده، بإيدينا نجمل واقعنا، بإيدينا نرجع الذوق والجمال للشارع المصري، ونحول الأحياء العشوائية لكرنفال جميل مبهج. وعشان ما أطولش عليكم، تفاصيل المشروع موجودة في كتيب هيتوزع عليكم دلوقتي. شكراً. واقف جنبي بتعمل ايه؟ روح اقعد جنب خطيبتك. ما انا طنط كل ما بروح اقعد معاها مش ما بش ب ب ب ايه؟ انتوا داخلين على جواز، الناس هتقول ايه؟ صح. امشي. حاضر. الو، معقوله انتوا واقفين في الطابور؟ بنوجب معاكي يا حبيبتي. قلنا نطول لك الطابور شويه، هو صاحب ليه عند صاحبه ايه يا سوريا؟ يوقف له في الطابور. اتفضلي. بسي ده بقى ببلاش ولا بفلوس؟ لا ببلاش. طب هاخد واحد. لا اقروا انتوا الاثنين في واحد. يا ساتر على البخل. لا بس فستانها حلو النهارده. مش هقول لك منين برضه. ولا انا عايزه اعرف يا حبيبتي، عن اذنكم.
بجد شكلك زي القمر يا سرايا. انت اللي قمر يا شهندة. بس برافو عليكي، انت بتلوني في بيوت الناس وسيادة السفير بيطبخ لهم ويرقص لهم. بجد انتوا بقيتوا عنوان البهجة في مصر. افندم انت مش متابعة ولا ايه؟ ده انت جوزك من صباحية ربنا وهو اونلاين لايف يا حبيبتي، عمال يغني وعمال يرقص وملعلع على الاخر. ايه يا اخي؟ هو انت مفيش اخر للشطحات بتاعتك؟ كل ما اقول انك انت جبت اخرك تفاجئني باللي قال عن منه؟ عدينا لك اللايف الزفت الاولاني بتاعك، دلوقتي بتترقص فيه؟ اتكلمي معايا كويس يا سرايا، لو ما اتكلمتيش كويس هقفل السكه في وشك. يا حضره السفير السابق ولا الشيف المحترم، ولادك بقوا مراكز دلوقتي، وانا عندي ايمج دفعت ثمنه غالي قوي عشان احافظ عليه وانت عارف كده كويس، تقوم تعمل كده بتترقص. ما قلتيش الكلام ده ليه لما نقلتكم الشقه للكومباوند للفيلا اللي كان نفسك فيها؟ لفلوس السفير ولا فلوس الطباخ اللي انت بتستعر منه دلوقتي يا حرم سعاده السفير؟ يا اخي كفايه بقى حرام عليك، سيب لولادك ذكرى كويسه يفتكروها عنك. مالكيش دعوه بولادي، اتكلمي عن نفسك، انا حر في نفسي كمان، اعمل اللي انا عايزه، اغني، ارقص، اقلع ملطه، انا حر. في يا سرايا؟ وفين ولادي دول؟ انا مش عارف اتلم عليهم. ورحمه ابوك يا تقولين صراحه، مين اللي منع ولادي ان هم يجوا لي؟ مش انت؟ مش انت اللي بتوزيهم وتقول لهم ما تروحوش لابوك؟ خلي عندك الشجاعه، قولي لي بصراحه، انت ولا مش انت؟ ايوه يا نادر، انا اللي بمنحهم عنك، انا اللي بخلق لهم 100 حجه ومليون عذر كل سنه عشان ما يقعدوش معاك. بس ميرسي قوي، لانك باللي بتعمله دوت هتوفر عليا مجهود كبير قوي عشان يتعروا منك ويكرهوك اكتر واكتر. اتفضل يا سيادة السفير، روح كمل اللايف بتاعك، اقعد على كيفك. سيادة السفير انت كويس؟ انا كويس. طب لو تعبان مش لازم لايف النهارده. انا كويس. صوري يلا صوري. حاضر حاضر اهو. المهم هو اللي